عقدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض اجتماعا عبر الفيديو كونفرنس مع 6 محافظين لمناقشة الإجراءات الاحترازية في مواجهة التحذيرات من إمكانية حدوث تيارات سحب شديدة على شواطئ عدة في محافظات ساحلية. وقد تم توجيه المحافظين بالتنسيق الكامل مع شركات الإنقاذ ومرافق الإسعاف لتأمين الشواطئ وحماية المواطنين المترددين عليها. وأصدرت منال عوض توجيهات بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار 24 ساعة لمتابعة التطورات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة فور حدوث أي طوارئ.